السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كا. حمله من صفحات الفيسبوك حتى فيها اعتقال ابن الشيخ من بلجيكا من باري، كلها على اعطاء شركه وطنيه لشباب القبائل. شاهدوا بن الشيخ لهنا، لايك على الفيديو، ابوني في القناه، اتركوا لنا تعليق. بن الشيخ جي اس كا لو كان ما يعطيه لها الشركه ستكون الكارثه، يعني كل 6 اشهر يديروا رئيس جديد، العقوبه لولاد الفريق يتكملوا ان شاء الله يا رب العالمين. هذه التصريحات ربما من هذه الصفحه قالت بن الشيخ هو اللي هضرها اسونسيال يا جماعه، من لابلجيك، من دوك تشوفوا تصاور كلها حمله من صفحات كلها تقول شركه وطنيه بور لا جي اس كا. ها هي هنا من باري تصويره واحد يصور له، مازال عندنا تصاور. ديروا لنا لايك وعلقوا لنا من اين انت وقول لحب شركه وطنيه. عجبتني الحمله هذه، حتى اللي مش راضيها هنا من باري، ربما حتى اللي ماهوش راضي بشركه وطنيه وكان اللي حب اوفرتير كابيتال، كل واحد كيفاه، ولكن هذه الحمله صدقني حسستني باللي راهو شعب الجي اس كا راهو ملتحم، هكا ملتحم من كل مكان. لهنا حمله فقط وكلمة واحدة شركة وطنية. هنا راح يكون للمساهمين، هذه مطالب من هذه الباجة، راح يكون للمساهمين مطلب الأنصار، من فضلكم أطلقوا صراح الفريق، تعبنا منكم. هذه من هذه الصفحة، حتى من بجاية الكل يدعم في شبيبة قبائل، قال لك شركة وطنية. مهم حاجة اللي عجبتني التحام الأنصار، هاي هنا من لابلجيك أجمع راهم كلهم مطلب واحد، سوسيتي ناسيونال بور لا جي اس كا. هذا المطلب رائع جدا، عجبني انا صدقني باللي الحمله هذه تخليك تحس باللي الشبيبه ليس لوحدها، تحس باللي الشبيبه لازم لها شركه وطنيه. الكل ها شاهدوا، يعني جبتكم هذا من بجاية يكسركم، صدقوني باللي الحمله هذه عجبتني، التحام الجمهور عجبتني، ها بحاجه ظريفة جدا سوسيتي جينيرال، حاجة يعني رسالة بدون فوضى، روعة. ها هنا كل حاجة منظمة، وهذا الشيء اللي يعجبني، لأنه أنصار الشبيبة منظمين، حاجة تقريبا لك ولا جمهور دار الفكرة هذه بروعة. هذه حملة نطالب بشركة وطنية وذهاب كل المساهمين تاع زوج دورو، كل واحد كيفاه يهضر، كل واحد كيفاه يعبر عن الشعور تاعو، المهم الهدف واحد، أنه ذهاب أنا مطلب الأنصار الأوفياء للفريق هو شركة وطنية كبيرة، ورحيل جميع المساهمين دون استثناء من الإدارة، ورحيل كذلك أصحاب المصالح وتغييرهم بإعطاء أعضاء وتغييرهم بأعضاء يستحقون مكانة في الفريق ويعرفون كرة القدم ويهتمون بالتكوين. مطالب كلها ثقافة، مطالب كلها تعبر عن شبيبة القبائل، عن جمهور مثقف، مطالب عن جمهور يحب الكرة القدم، يحب الفريق تاعو، يحب يشوف الفريق تاعو في الإعلان، يحب يشوف الفريق تاعو قوة، يحب يشوف الفريق تاعو في القمة، يحب يشوف الفريق تاعو ذات مرة كان شبيبة قبائل، ذات مرة كان شبيبة قبائل، مابقاش ما يحبش يقول ذات مرة، حاب يشوف الحاضر، شبيبة في الحاضر، الكل مطلب واحد، نتمنى هذا في الشارع، قال لكم سوسيتي جيني، اجمعوا، نتمنى أنه الكل يشارك في هذا الفيديو ويعلق لنا سوسيتي ناسيونال، نتمنى ذلك، ولما لا المطلب هذا يسموه، ولما لا يجيو رجال أعمال، قاعد رجال أعمال يحب واحد قوة يجي يحكم شبيبة القبائل. وهذه حاجة مليحة، وهذه تمد البليس، حتى بن الشيخ ربما في كلامه هذا واضح جدا، لأنه بين حاجة باللي كل ما يكون شركة وطنية كل 6 شهور يجيك بريزيدون ويقول لك أنا وكذا ومن هذيك، وبعدها يقول لك ما عنديش سوارد، ووالفنا ويبقى الريبيروت، ويبقى الحكاية وحدة دور في نفس السجي، نفس الموضوع ونفس الاخر، ودائما ما عندنا السوارد، ويحوس هذا البريزيدون اللي جايه يقول لك انا ما عنديش ديكلاراسيون، اني ديميسيوني، اني كذا، اني كذا. انا صدقوني شركه تخليك ترجع لها، شاهدوها كل المطالب. حمله عجبتني، اتمنى انكم يعجبكم هذا الفيديو، اتمنى انكم تعلقوا لي وتقولوا من اين انتم، كاين اللي تفرجنا من اوروبا، كاين اللي قاعد يتفرج في الفيديوهات، عندي الاحصائيات، واللي قاعدين يتفرجوا من خارج، كاين من بومرداس، كاين بزاف خارج تيزي وزو، قولوا لنا اسكو من تيزي وزو، اسكو من اوروبا، اسكو من نام الجزائر، الكل اللي سيبورتي شبيبة قبائل، حتى اللي سيبورتي ايكيب اخرى، قاعد مدوا شركة وطنية للشبيبة لأنها تفرحنا في المواعيد الكبرى. لايك على الفيديو، ابوني في القناة، واكتبوا لنا تعليق من أين أنت، واكتب سوسيتي
ناسيونال. ان شاء الله يا رب العالمين. يلا لايك على الفيديو، ونتمنى التوفيق لشبيبه. سلام خوتي.